اريد من هذا الشعب الا ان يزيد في الحمد والشكر الى الله عز وجل، ويزيد من محبه الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفه العمل لما يسعى فيه من خير له وللدوله والاهل. نحن في سباق إلى يوم الدين، إلى يوم الدين مع العالم كله. نحن نقدر نتقدم بشيئين، بالعلم وبالكوادر الوطنية المميزة. أنا بسألكم، أنتوا سمحوا لي أنا ما سألتكم، أنتوا كلكم موظفين وزارة الخارجية أكيد؟ لا غلط، أنتوا مش موظفين، الموظف دائما يبقى موظف، أنتوا قياديين.